السلام عليكم ورحمة الله، يسعد مساءكم. احنا الآن في منطقة بلدلي، بنصور لكم شقة في الدور الثاني. مساحة الشقة 160 متر مربع. طبعا عندنا في كل دور 3 شقق بالإضافة إلى مصعد. ندخل نشوف الشقة. الشقة اللي بنصور لكم هي شقة رقم 7. طبعا نواصل فيها الغاز الطبيعي، وهذه تمديدات الغاز الطبيعي. عندنا المدخل هنا. أول ما ندخل بسم الله. طبعا الأرضيات سيراميك ما عدا الغرف والصالون فيها باركيه. طبعا عندنا المنطقة هذه منطقة واسعة ما شاء الله. المدخل المنطقة هذه ممكن نستخدمها ونحط فيها دولاب للعبايات والأحذية أكرمكم الله. على اليمين على طول الصالون ما شاء الله تبارك الله، بمساحة جيدة، لها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة وعلى البحر. طبعا الشقة داخل مجمع سكني في منطقة بلدلي قريبة من مطار طرابزون. هذه الإطلالة الجميلة جدا من الصالون. طبعا زي ما ذكرنا نظام التدفئة فيها عن طريق الغاز الطبيعي مركزي، تدفئة مركزية. عندنا هنا بلكونة مشتركة ما بين المطبخ والصالون. هذه مساحة الصالون، مساحة جيدة. نشوف تفاصيل الشقة. نتوجه إلى المطبخ. طبعا دواليب المطبخ جاهزة وراكبة زي ما انتم شايفين، برضو بمساحة جيدة. عندنا هنا بلكونة مشتركة زي ما ذكرنا ما بين المطبخ والصالون، مساحة جيدة تقريبا 4 × 3.5، يعني ما شاء الله تعتبر غرفة رابعة. لها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة وعلى البحر. طبعا الشقة داخل مجمع سكني متكامل في منطقة بلدلي، فيها مواقف سيارات، حراسة أمنية، جلسات عائلية، بالإضافة إلى مساحات خضراء. طبعا عندنا هنا المطار قريب جدا، نبعد عن المطار ما يقارب 5 دقائق. وعندنا جامع برضو قريب من المجمع. نكمل تفاصيل الشقة. عندنا المدخل من هنا، وهذه الغرفة الأولى. طبعا 3 غرف صالة، 3 دورات مياه، مطبخ، بلكونتين. عندنا هنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله. الغرفة الثانية أيضا لها بلكونة صغيرة مطلة على المجمع نفسه. عندنا هذه البلكونة. إطلالتها على المجمع. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية أكرمكم الله. البانيو المروش، الكرسي، المغسلة. عندنا المنطقة هذه نحط فيها الغسالة. أخيرا نجي لغرفة النوم الرئيسية، برضو مساحة جيدة ما شاء الله، لها دورة مياه خاصة فيها مع مروش وكرسي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.